الجميل هنا اللي انا يعني بنشكر عليه بقى بابا وماما ان هم سمعوا لك. لا هم بصراحه يعني الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في اي حاجه، في اي نجاح في حياتي وصلت له سواء في الرياضه او في الدراسه او في اي على مستوى شخصي هم سبب. ربنا يخليهم لك يا رب، ودايما بر الوالدين بيبقى جزء من نجاح البني ادم. طبعا طبعا. طيب.